والسلام عليكم خوتي. غير كيدخل شي جهاز منافس للاخر طبيعه الحال كما كتعرفوا عندنا هنا في المغرب ثلاثه الشركات اللي معروفين، ما كاينش اكثر. كاين طبيعه الحال شركات وحدين اخرين، ولكن الشركات اللي باينين في السوق هما الايكولانك، ستارسات والفيزيون. فيزيون بدات كتراجي شي شويه، ف ما بداتش كتخرج بزاف، ولات كتعتمد بزاف على التلافز، وانا هادشي اللي لاحظت. وبطبيعه الحال كيكون تواصل مع التقني، فانا دويت معاه على الاجهزه الفوركي، قال لي لحد الان ما كايناش ولكن مستقبلا تقدر تكون. اللي كاين جديد عند الفيزيون هو الفيزيون اكسترا جوج، نسخه واحده اخرى، يعني نسخه واحده اخرى ديال فيزو اكسترا جوج. كنت حطيت واحد الخبر تقريبا هادي شي 10 ايام، قلت لكم راه سبب يعني تاخير ديال نزول التحديثات عند الشركه الفيزيون، هو انهم كيخدموا على واحد التطبيق اللي سميتو سمارت ماكس، ما بغاوش ينزلوا التحديثات باش يطلعوها ل 143، باش حتى يخدموا داك التطبيق ديال سمارت ماكس. كاين اللي كذبني، كاين اللي كيقول لك شركه فاشله، وهذا الناس راه كتخدم، الناس ماشي جالسه ومربعه يدها، الناس راه كتخدم، كتطور من التطبيقات ديالها وكتطور من الاجهزه ديالها باش تعطي واحد المنافسه داخل السوق اللي هي فيها. فالفيزيون طورت من التطبيق اللي كتعتمد عليه بزاف اللي هو السمارت. الا لاحظتوا مثلا الايكولان كتعتمد بزاف على ديما لايف، ولا لاحظتوا ستارسات، فكل شركه الماي اش دي، فستارسات طورت من الماي اش دي، رداتو ماي اش دي اكسترا. كذلك حتى الفيزيون ردات من سمارت، رداتو سمارت بليس، شويه رداتو سمارت سمارت وان، ولا ما عقلتش على السميه ديالو. دابا طوراتو السمارت ماكس، يعني حطيتها 10 ايام بس الناس يطمئنوا. ساعه شي بعدين كيدخلوا كيكذبوك، ما كتفهمش علاش. المهم ماشي مشكل، انا الدور ديالي وهو كنوصل الخبر للناس، الناس اللي مهتمه بالدومين. هاد النهار اخوتي جيت نعطي المقارنه ما بين هاد جوج الاجهزه اللي دابا في السوق، يعني متنافسين بشكل كبير. غتقولوا لي علاش، فكاين ناس كتعشق الاجهزه العاديه ديال المعالجات جي اكس، وكاين الناس عاوتاني كتعشق المعالجات اللي كبيره او اللي كتحمل في الطياد ديالها الصيغه ديال الفوركي. فكانتشرت في واحد الاونه، كانتشرت الفيزيون ايج كان كيتنافس مع ستارسات اكس 2، الاكس 4، الاكس 7. لحد الان كنشوف التحديثات الاخرى راه ولات مزيانه، وسيرتو الناس اللي ولات كدير الشارجور ديال 12 فولت 2.5 امبير. انا وليت كنعطي للكليان شارجور من عندي، وليت ما كنحيد داك الشارجور اللي جاي من الشركه، والله العظيم وليت انا كندير شارجور ديال 12 فولت 2.5 امبير. واخر حاجه صيفطت الجديده للاخ هشام، فحيدت له بزاف ديال الكليان اللي حيدت لهم داك الشارجور العادي، ودرت فيه 12 فولت 2.5 امبير بالنسبه للاجهزه اللي فيها الاندرويد بحال الاكس 7، الاكس 2، الاكس 4. فالمقارنه ما بين هذه الاجهزه فما كاينش شي اختلافات كبيره. فإلا جينا نهضروا على الهاردوير فتقريبا نفس الهاردوير، انا كنشوف نفس الهاردوير. إلا جينا نهضروا على السوفتوير فكاين اختلاف في السوفتوير، فهذا بتيم في شكل وهذا بتيم في شكل. هذا كان عنده واحد التيم قبل خضر، خضر مع الكحل شويه شويه كان في شكل، ردوه دابا بتيم زرق شويه بحري، فعطى واحد التيم زوين. حتى هذا عنده التيم زرق، ولكن داك الميني ديالو فصعيب على بعض الناس، فما عندوش سهوله في الاخر. ولكن بالنسبه يعني المقومات ديال 2023 فاحسن من قبل. فهذا طور بزاف على الاطوم العادي، فمنين داروا له 4 جيجا في الرام فكنظن ولا طياره، فالناس راه استعملوه، فكنظن راه استعملوه. خطينا من الناس السلبيين اللي كتشوف الكاس خاوي، انا كنهضر على الناس اللي كتشوف الكاس عامر. فالدومين ديال الشرينك راه كله اخطاء وكله مشاكل، ولكن كنشوف الناس اللي كتشوف الكاس عامر او كتشوف الايجابيه. تما الناس السلبيه انا ما كنهضرش معكم اخوتي. فالاتومو جوج ف توب، يعني نقدر نقول لكم توب. جا مورا هاد ستارسات 200 اكستريم، فكانت النسخه القديمه كانت الرام في الرام هابطه، دابا راه ولات 4 جيجا في الرام، يعني في الرام احنا سلكناها في الرام، فبحال في الرام. بالنسبه للمعالج فالمعالج هو الاي ال اي 2661، كنظن المعالج بحال يعني باش كنقول لكم في الهاردوير راه بحال يعني في السوفتوير فيه مختلفين. 4 جيجا في الرام، المعالج نفس المعالج الاي ال اي 2661. بالنسبه للميجا يعني الستوكاج
فعشرين ألف قناة كنظن راه مزيان، 16 ميجا راه مزيان، 16 ميجا 16 ميجا راه كنظن توب، داكشي زوين. نجيو للوي في انتيغري، وي في انتيغري، وي في انتيغري يعني بحال بحال دي في بي تو اكس، تو دي في بي تو اكس يعني في التونير، يعني واحد الخاصية اللي كتسمى دي في بي تو اكس بحال بحال، يعني ما كاينش فرق. نجيو هنا غادي نجيو للسيرفرات، السيرفر اللي في هذا راه كان غادي يجي به هذا هو الاس بي 1 15، كان غادي يجي به، كان غادي داخل به ال 200، منين تسطرح البياعة والشراية اللي كيشريو بالجملة جاهم غالي، يعني شوية جاهم غالي، كان فايت 800 درهم يعني للجملة، فقالوا لهم ستوب ما نقدروش ناخذوهم. ولا كتلاحظوا حتى البياع والشراية فكانوا ميكين شوية على الاطوم جوج، عاد من بعد ملي ولاو الشهرة ديالو شافو كيتحرك عاد ولاو كيزعموا عليه. هذا منين شافوا البياعة ما بغاوش يشريوه ناضوا حيدوا منه الاس بي 1 طرحوه بلا اس بي 1، هذا فيه الفور ايفر برو 15 يعني اللي كيهتم بالقنوات العادية والقنوات الاخر ديال الاسترا والهوتبيرد والهيسباسات والهيلاسات والطور والبلغارياسات واليوتيلسات 16 فعليه بهذا. اللي كيهتم اخوتي بالسكايات ديال ايطاليا اللي في الهوتبيرد والسكايات ديال المانيا اللي في استرا والسكايات ديال بريطانيا اللي كاينه في الاسترا 28 عليه بالاطوم جوج الاس بي 1. هذا الا ديتي خصك تزيد الاس بي 1، الاس بي 1 راني قلت لكم داك النهار الثمن ديالو ما بين يعني التعمار ديال الاس بي 1 ما بين 260 270 280 درهم، وكاين اللي كيبيع ب 300 درهم الاس بي 1، ما كنهضرش على الاس بي 2. الا مشيتي هذا مثلا 15 ديال فور ايفر برو وزدتي عليه الاس بي 1 شحال غادي يولي فيه في في في, في الفور ايفر؟ غادي يولي 27 شهر ديال الفور ايفر وغادي تولي 12 شهر ديال الاس بي 1. هذا اللي بغى يزيد الاس بي 1 يعني غتولي 27 شهر ديال الفور ايفر عندك، وبطبيعه الحال 12 شهر ديال الاس بي 1. هذا لا، هذا فيه 15 شهر ديال الاس بي 1. نجيو للاي بيات يعني التطبيقات اللي بلا تبصيل، اللي كيتم التطبيقات بلا تبصيل. كنشوف دابا في السيرفر هذا غالب هذا حيت هذا فيه السكايات زي السكايات، في الاي بيات العكس، هذا غالب هذا، هذا فيه عامين وثلاث شهور، فيه الابولو وفيه الام اي تي في او ديما لايف وثلاث شهور ديال الام اي تي في. هذا لا، هذا فيه 3 سنين و6 شهور، 3 سنين ونص، هذا عامين وثلاث شهور، هذا 3 سنين ونص، هذا فيه عامين ديال ماي اش دي وعام ديال ابولو و6 شهور ديال سبيد. هنا انتم تقلبات الايه في الاي بي، شي كي مشينا هذا كان واحد لزيرو العاده، لان كانوا تعادل في المعالج، تعادل في الرام، تعادل في ستوكاج، وصلنا للوي في انتيغري تعادل واحد لواحد، وصلنا للاس بي 1 السيرفر باش كيجي واحد لزيرو للاتومو، زيرو للستارسات. ملي وصلنا للاي بي التطبيقات اللي بلا تبصيل، ولا الاتومو غالب ولا الستارسات 200 غالب الاتومو، ها هي واحد لواحد. كنظن في الثمن هذا رخص على هذا، علاش؟ لان هذا في الاس بي وهذا ما فيش، يعني انا ما نقدرش نقول لكم راه هذا غالب هذا في الثمن، ولكن يعني تقريبا بحال بحال. هذا الثمن كما قلت لكم داك النهار تقدر تلقاه في الاسواق ما بين من 760 وانت طالع، 760 770 780 حتى 800 درهم، ويقدر يوصل حتى 820 درهم هذا في الاسواق، يعني ضرب من 760 وانت طالع على حساب التكلفه ديال داك التاجر شحال خدا، اللي خدا كونتيتي كبيره كيطيح عليه الثمن رخيص، يعني داك الساعه يقدر يبيعو ب 760 770 راه مزيان. اللي خدا كونتيتي قليله راه كيكون الثمن طالع، يقدر يفوت 800 درهم باش ما تقولوا باش ما نظلموا حتى شي واحد. هذا لا، هذا كذلك ومثال، لان فيه الاس بي 1 راه فايت 900 درهم، كاين اللي كيبيع ب 890، كاين اللي كيبيع ب 870، كاين اللي كيبيع ب 880، شغلوا هذاك كل تاجر حر في التجاره ديالو، ما كندخل حتى شي تاجر، الله يسهل على كل واحد. هذا من 870 وانت طالع، 870 880 890 900 950، ويقدر يوصل حتى ل 1000، قلت لكم على حساب التاجر، إذا كان تاجر كبير راه غادي تلقاه عنده رخيص، كان تاجر صغير مسكين يلاه داير 5 د الحبات أو 6 د الحبات أو حتى 10، فكيكون عنده الثمن طايح، ماشي بحال اللي كيدي 10 د الكرتونات أو 6 د الكرتونات، بحال اللي كيدي كرتونة وحدة أو جوج كرتونات، يعني خصكم تفرقوا، وراه شرحت داك النهار التجارة كيفاش كتم. كنظن أخوتي عطيتكم مقارنة شاملة وكاملة. بالنسبة للحجم هذا شوية كبير على هذا الآخر، هذا صغير شي شوية، هذا كبير. نزيدو في واحد الحاجة، يعني نقدر نحسبها تعادل، هذا كيجي بعوينة على برا، كيجي بالعوينة على برا، يعني داك العوينة بحال هادي كيجي بعوينة على برا، هذا ما فيهش العوينة على برا، ولكن إلا جينا لواحد الحاجة عاوتاني تلقى هذا غالب هذا، هذا بجوج تيليكوموندات، هذا بتيليكوموند وحدة، يعني تعادل.
يعني الا صرفنا كاملين نقدروا نقول لكم تعادل، يعني داكشي اللي جايب يعني تعادل. فين كاين واحد شويه الزياده الاس بي 1، الاس بي 1 فاش غالب، ولكن هاد الثمن طالع، هذا عاوتاني الثمن هاف. صافي اخوتي، نتمنى ان عطيت معلومات ومقارنه، نتمنى ان الشركات ما يغضبوش مني لان كنحاول انني نكون محايد، ونتمنى الفيزيون تتحرك لان طلبوا لي بزاف الفيزيون ايج، بزاف، واحد العدد كبير، لا من تونس ولا من مصر ولا من السعوديه ولا من الاخوه من الكويت وحتى البحرين، يعني اتصلوا لي شي اخوه من البحرين، السنغال، كاين واحد من الاخ من السنغال كيدي عليا شويه الاجهزه بزايد، طلبوا بزاف داك الفيزيون ايج. يعني حاول الشركه الفيزيون يعني تخرج الفيزيون ايج، ماذا بهم يخرجوا الفيزيون ايج، يخرجوها بنسخه، يعني رساله للشركه، يخرجوا فيزيون ايج، يخرجوه ب 4 جيجا في الرام راه مزيان، ويخليو فيه داك النسخه وداك جوج ديال التايمات او جوج ديال اللانشرات، كنظن راه مخير، راه غادي يتمشى لهم في السوق. انا شخصيا غادي ناخذ كونتيتي كبيره، يعني غير الفيزيون تحرك شي شويه وتخرج شي جهاز 4K باش تكون عندنا شويه ديال المعادله يعني متوازنه في المغرب، حتى الاجهزه تكون محركه. الناس اللي سولوني على انغما، بديت كنزعم الانغما جوج، غير هي الجديد غالي شويه، فكناخذ شويه المستعمل طايح في الثمن. اما خوتي الاجهزه الاخرى فشويه طالعه في الثمن، وحتى في يعني المدن ديال فاس مكناس يعني بعيده على الحدود، فالناس اللي مثلا اللي في طنجة واللي في المناطق الشماليه فكتلقى البوسيبيليتي كيفاش تدخل لهم السلعه، حنا هنا شويه القضيه صعيبه. صافي اخوتي، هادشي اللي كاين، زدت الفرق الاخر وهو العين، والاخر فيه جو تيليكومونات. تبارك الله عليكم.